من قال إن من أخر طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفيه عن الوداع معللا أنه تأخر ليسعى وقد يستغرق السعي ساعات، هل لهذا القول وجهة نظر؟ الذي أرى أنه لا وجه له، لأن السعي تابع للطواف، وليس من شرط كون الطواف آخر أمره أن لا يفعل بعده عبادة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طاف للوداع وصلى الفجر بعد طواف الوداع ثم مشى. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت في ليلة السفر أتت بعمرة طواف وسعي وتقصير. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة على حديث عائشة رضي الله عنها وأن المعتمر يجزئه طوافه عن طواف الوداع مع أنه سيحول بينه وبين الطواف السعي. نعم.